أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيما مضى من هذه الأحاديث عن أهم الإمارات الكردية التي ظهرت برزت في العهد العثماني وبل وحتى قبل العهد العثماني، وهي إمارة بهدينان. وقلنا بأن هذه الإمارة حققت يعني نجاحا كبيرا، لا سيما في الفترة الأولى من تاريخها في عهد السلطان حسن وعلى عهد السلطان حسين، وقامت بأدوار مهمة ليس في تاريخ كردستان فحسب، وإنما في تاريخ المنطقة، يعني في منطقة البحر المتوسط كان لها بأس شديد كمقاتلين على الأسطول العثماني في قضية يعني تحرير قبرص وصقلية ورودس، كان لها دور أيضا في مناطق الأهوار في جنوب العراق. على أي حال، لا نحب أن نعيد ما ذكرناه، ولكن نقول بأن هذه الإمارة يعني كانت وهي أم الإمارات الكردية حقيقة، كانت يعني مهمة بكل المقاييس، حققت نجاحا عسكريا كما ذكرنا ونجاحا علميا، لأنه يعني ازدهرت حركة التأليف وحركة الكتابة، وأنشئت فيها مدارس كثيرة، لعل أبرزها مدرسة قبهان الشهيرة التي كانت أشبه بجامعة أسسها السلطان، أو عمرها، كانت موجودة قبلا لكن عمرها ووسعها السلطان حسين الولي، ومدارس كثيرة في دهوك وفي مناطق أخرى كثيرة في كردستان. ولكن هذه الإمارة حقيقة أضعفها فيما بعد، يعني بعد عهد السلطان حسين، ذلك الصراعات التي كانت تنشب بين حين وآخر بين أفراد البيت المالك أو البيت الحاكم، البيت البهدناني، وهو أمر انتقل إلى الصراع، يعني انتقل إلى القبائل الساندة لهذه الأسرة ولهذه الإمارة، فأدى هذا كله إلى شيء كبير من الاضطراب السياسي، وهذا اغتنمه خصوم هذه الإمارة، لا سيما حينما قررت الدولة العثمانية تصفية الإمارات والولايات والأسر الحاكمة، كانت إمارة بهدينان واحدة من الإمارات التي تم يعني أو تم القرار، اتخذ القرار في تصفيتها مع الإمارات الأخرى، كردية كانت أو غير كردية، كانت واحدة من الإمارات التي سعت الدولة العثمانية لتصفيتها. وكانت الإمارة تمر في تلك الفترة، يعني في منتصف القرن التاسع عشر، بمرحلة من الضعف نتيجة تعرضها إلى غزوات من الإمارات المجاورة، إلى صراعات داخلية، فسقط حكمها تماماً في عام 1256 هجرية، يعني 1840، ونفي أميرها الأخير وهو إسماعيل باشا إلى بغداد، وعاش في بغداد بعيداً عن إمارته، بينما تولى ولاة أو مسؤولون عثمانيون حكم مدينة العمادية وتوابعها حتى نهاية العهد العثماني. من الإمارات المهمة التي ظهرت في وقت قريب من ظهور إمارة بهدينان، الإمارة السورانية وإمارة السوران، وقد تكتبها المصادر المبكرة باسم صهران، هي السوران. اتخذت هذه الإمارة مركزها في مراكز مختلفة، في منطقة تسمى دار شمانة، في حرير، في شقلاوة، شقلاوة كانت عاصمة لهذه الإمارة، ثم استقرت في بدايات القرن التاسع عشر في مدينة رواندوز. هذه الإمارة، إمارة سوران، كانت إمارة مهمة بدليل أنها سيطرت على جانب مهم من كردستان العراق، يمتد من يعني الحدود الإيرانية من منطقة حاج عمران وهذه المناطق إلى أربيل نفسها، حتى أن مدينة أربيل كانت تعد جزءا من هذه الإمارة، ومركز الإمارة في تلك المناطق. يعني هذه مسألة مفارقة ربما، مما يدل على أن مركز الثقل العسكري
كان في تلك الأماكن التي هي أقرب إلى الريف منها إلى الحياة المدنية، بحيث أن أربيل على أهميتها كانت تعد جزءاً من إمارة سوران وليس العكس، بينما كانت شقلاوة تعتبر عاصمة لها. هذه الإمارة أسست في وقت لاحق بإمارة بهدنان حقيقة، ينسب المصادر مع الأسف المصادر التي نملكها عن تأسيس إمارة سوران قليلة، ربما هي أقل مما نملكه عن تأسيس الإمارة المجاورة الشقيقة الكبرى اللي هي إمارة بهدنان. ولكننا نعلم مما ذكره مؤرخ كردي نابه هو شرف خان البدليسي أن رجلا يدعى كالوس، وربما كالوس يعني ليس اسما ولكن صفة أو لقب لهذا الرجل، تمكن من تأسيس هذه السلطة الجديدة وخلفها لأولاده، والأسرة يعني التي تولت هذه السلطة الجديدة تمكنت من المحافظة على هذه الإمارة. في عهد السلطان حسين يعني دخلت إمارة سوران نوعا ضمن كنف الإمارة بهدنان، تحالفت معها، ولكن فيما بعد حققت استقلالها وأصبحت الإمارة يعني تؤدي أدوارا مستقلة. على سبيل المثال أحد أمرائها وهو الأمير مصطفى بك تمكن من أن يكون له دور، كلف بأن يعني أن يساهم في الدفاع عن بغداد حينما تعرضت إلى الحصار في عام 1622 في أيام الشاه عباس، وقام بدور عسكري في وسط العراق وفي حوالي منطقة بغداد. يعني كان لهم أدوارهم التي تجاوزت منطقة كردستان إلى المنطقة ما حولهم. يعني أمراء سوران حقيقة يعني كان لهم دورهم، ولا سيما في عهد آخر أمرائهم المعروف باسم محمد بك، هذا الرجل اللي يعرف بميراكور أو ميراغورة على الاختلاف في اللفظ، كل لفظ له معنى مختلف، لكن أيا كان لقبه هذا الرجل حقيقة كان صاحب مشروع جديد تماما، ليس في تاريخ كردستان بل أيضا في تاريخ العراق بل في تاريخ القسم الشرقي من الدولة العثمانية. إذ فكر هذا الرجل الذي تولى السلطة في مطلع القرن التاسع عشر أن يكون له جيشه وأن يوسع من إمارته لتكون دولة قوية ومرهوبة الجانب، فكر في بالتأكيد فكر بتوحيد الإمارات الكردية الأخرى بإمارته، ولكن الأسلوب الذي اتبعه كان أسلوبا عسكريا بحتا. لاحظنا أن أسلوب السلطان حسين كان يعني هادئا عن طريق المصاهرة والصداقة والعلاقات الاجتماعية، لكن هذا الأمير محمد باشا ميراكور أو ميراغورة كان عسكريا في طبيعته، وبالتالي اهتم بتأسيس جيش قوي بتشكيل جيش قوي، وأدرك أنه لابد لهذا الجيش أن يكون بمستوى من التسليح مقارب لما هو موجود في عصره في عصر القرن التاسع عشر. يعني لم يعد الرمح والسيف بكاف لتسليح جيش له طموحاته في التوسع يعني والامتداد، وبالتالي أنشأ، وهذه يعني بادرة غريبة فعلا وجديدة، أنشأ معملا مصنعا لإنتاج المدافع الثقيلة في رواندوز، بل حول مدينة رواندوز إلى مصنع كبير للسلاح، استعان بأحد الخبراء. والغريب أن هذا الرجل كان كرديا ومن نفس منطقته، يعني لم تكن خبرة أجنبية، نعم فيما بعد استعان بخبرات يعني مختلفة، ولكن الثقل الرئيسي كان على عاتق أحد كبار الصناعيين في المنطقة وهو المعروف باسم الأسطى رجب. مع الأسف لا نملك معلومات عن هذا الأسطى، ولكنه كان صناعيا من الطراز الأول،
تمكن بتشجيع ودعم من أميره، من أمير سوران، من أمير رواندوز، أن ينشئ معملاً كاملاً لإنتاج المدافع، بل أن يعني يقوم بتعدين الحديد، خامات المدفع، يعني يعدينها من الأرض مباشرة. وهذه عملية صعبة، عملية التعدين بما تحتاج من تصفية، تنقية للخامات وصهر لها وغير ذلك، كانت تحتاج خبرات واسعة. تمكن هذا الرجل بمعاونيه بالتأكيد أن يقوم بكل هذا الجهد وينشئ عدة معامل في مدينة راوندوز. واحد كان للصهر، مصاهر تصهر الحديد وتنقيه، وأنتم تعلمون أن صهر الحديد وتعدينه عملية شاقة وصعبة، تستلزم درجات حرارة، أفران بدرجات حرارة عالية جدا، وتمر بمجموعة من يعني من الوسائل لتنقية الخامات وغير ذلك. لكن حقق هذا الأمير وصناعه وخبرائه والأسطى رجب هذا، ونجحوا فيه نجاحا باهرا. كما أنه أنشأ معملا لصب المدافع. صب المدافع طبعا هو أنشأ مدافع ثقيلة من 3 مستويات، يعني أوزانها وأطوالها وأقطار سبطاناتها كانت مختلفة، كان كل ذلك صعبا. ونحن نعجب كيف استطاعت هذه الإمارة في ذلك العهد، وهي إمارة ريفية بدت يعني في راوندوز، استطاعت أن تحقق كل هذه الإنجازات الصناعية حتى عدت راوندوز مدينة صناعية من الطراز الأول. أنشأ مصنعاً آخر لإنتاج الأسلحة الخفيفة، البنادق والمسدسات، لمصنعاً آخر لصناعة العجلات، لأن يعني هذه المدافع ثقيلة وفي مناطق جبلية ويعني مضائق، ويعرفها كل من يزور هذه المنطقة، يلزم المدافع يلزمها عجلات يمكن أن تدفعها أو أن تسير عليها، تقطع المسافات. ولا ننسى أنه وصل في امتداد العسكري إلى مناطق واسعة، يعني قاربت منطقة نصيبين ومناطق الموصل ونصيبين ومناطق أخرى، وطبعا زاخو وغيرها من المناطق. إذن هذه المسافات كانت تقتضي أن يكون لمدافعه عجلات تمكن يعني ساحبو هذه المدافع أن يجروها بسهولة ليستخدموها في معارك ذلك العصر. يستغرب الباحث حقيقة كيف استطاع هذا الرجل بإمكانيات محلية محدودة أن يقوم بكل هذا العمل. وهذا ما الذي نخرج منه حقيقة؟ يجب أن لا نستهين بالقدرات المحلية إذا ما توفرت العزيمة. هذا الرجل كان عازماً على أن يعني يخرج إمارته من طور الضعف الذي بدت عليه في يعني في الأجيال السابقة، وبالتالي افتتح عهداً من القوة. لا ننسى أنه هو كان معاصراً لحكام أقوياء، داود باشا في بغداد، وداود باشا أيضاً أنشأ مصنعاً، لكن كان يعني بخبرات فرنسية، استخدم خبراء وأنشأ معملا في بغداد. محمد علي في مصر أنشأ معملا كبيرا لإنتاج المدافع. هو عاش في عصر كانت القوة هي لغة السياسة ولغة العصر، وبالتالي أدرك بأنه دون جيش قوي مسلح بأسلحة عصرية لا يمكن أن يفعل شيئا وأن يحقق مشروعه الطموح. وأدرك أيضاً بأنه من الضروري أن يستعين بخبرات فضلاً عن الخبرات المحلية، فأرسل يعني من المتدربين من الصناع إلى البلاد الأجنبية، إلى أوروبا لزيادة الخبرة. وحقيقة هذه التجربة تعد نموذجاً لما يمكن أن تقوم به يعني قوة الإرادة مهما ضعفت الإمكانات، استطاع أن يوظفها توظيفا جيدا، حتى أن يكتشف أماكن أو خبراءه يكتشفون المعادن حيث ما تكون خامات المعادن، ثم أن يؤسسوا وينشئوا
تلك المصانع الكثيرة وأن ينشئوا جيشا قويا تمكن هذا الجيش من أن يتقدم ليضم إلى بلاده الإمارات الأخرى. حتى إمارة بهدنان التي تحدثنا عن قوتها وبأسها لم تكن تعرف سلاح المدفعية لا كما تعرفه إمارة سوران. حينما حاصر محمد بك ميراكورة أو ميراكور حينما حاصر مدينة العمادية لم يجد أهل العمادية إلا المنجنيقات يضربون بها المحاصرين، في حين كان جيش إمارة سوران يعني يتمتع مزود بالمدافع الثقيلة وقد استخدمها ونجح في الاستيلاء على المدينة. تقدم إمارة يعني سوران كان مهما فعلا، لأننا عثرنا على وثائق في الأرشيف المصري في أرشيف وثائق محمد علي تشير إلى أن عددا من بقايا الضباط في بقايا عهد المماليك بعد سقوط عهد المماليك كثير من الضباط في بغداد ذهبوا إلى إمارة سوران ودخلوا في طاعة أو في خدمة كما يقال أميرها الطموح، وجرى التخطيط لإرسال حملة سورانية تتقدم باتجاه كركوك وباتجاه بغداد، وحتى أن بعض التقارير تشير إلى أن الفكرة هي إحداث نوع من التعاون بين جيش إمارة سوران هذا الجيش المسلح القوي وبين الضباط من المماليك الذين كانوا يمثلون الخبرة في العسكرية في بغداد والقبائل العربية في منطقة أو حوالي منطقة بغداد، يعني تعاون بين ثلاث قوى من أجل إبعاد النفوذ أو حكم العثماني المباشر عن العراق، و يعني تحقيق مشروع ممكن أن نسميه استقلال العراق عن الدولة العثمانية من خلال هذا التعاون. بل أن هذا الأمير كان من طموحه أن كما يقول بعض المؤرخين أنه اتصل بإبراهيم باشا ابن محمد علي حيث جرى الاتفاق أن يتقاسم إبراهيم باشا قائد الجيوش المصرية في بلاد الشام، وكان قد وصل إلى حلب وما وراء حلب إلى منطقة نصيبين، وبين الأمير الكردي محمد بك في إحداث نوع من التعاون، يعني يقسم الدولة العثمانية تماما في قسمها الجنوبي عن أقسامها الأخرى. كان هذا الرجل طموحا تماما وسياسيا وعسكريا من الطراز الأول. هذه كانت إمارة ثانية تحدثنا عنها إمارة سوران. لا يتصور أن أحد أن هذه الإمارات كانت فقط إمارات سلاح، كانت أيضا إمارات كانت إمارات يعني ازدهر فيها العلم إلى حد كبير، وإلى ويكفي أن نقول أن واحدة من قرى إمارة سوران وهي منطقة ماوران كان فيها عشرات من المدارس، يعني هي بلدة صغيرة لكن كان فيها عشرات من المدارس التي تقصد من خارج الإمارة بل من خارج كردستان. كثيرون كانوا يتممون علومهم يكملون علومهم على العلماء في هذه المدارس، يعني حققت الإمارة أيضا ازدهارا علميا واضحا على يد علماء ماوران وغير ماوران من القرى والمناطق الأخرى. بل أن فرعا من هذه علماء هذه الإمارة وصل أو استقدمه والي بغداد حيث يعني جرى الإفادة من علمه ومن ما كان مختصا به خاصة العلوم العقلية. أليس هذا يعني أمرا لافتا للنظر؟ فعلا هذه الإمارات لم تكن نسيا منسيا، كانت قوية بمختلف أوجه القوة. ربما ينبغي أن نشير هنا أيضا إلى إمارة ثالثة وهي الإمارة البابانية. هذه الإمارة أيضا عاصرت تقريبا من حيث نشوئها تاريخ نشوئها إمارة سوران. الإمارة السوران البابانية نشأت في منطقة
قلعة شوالاند، يعني قلعة شوالاند في القريبة من السليمانية، وتمكن يعني أمراؤها من تشكيل إمارة قوية ذات طابع عسكري، أيضا من خلال تآزر القبائل الكردية حولها، يعني قبيلة الجاف وقبائل أخرى كثيرة انضوت تحت زعامة الأسرة البابانية. هناك أكثر من أسرة بابانية حقيقة، ولكن كلما كانت تسقط أو تنتهي ينتهي حكم أسرة تظهر أسرة أخرى تحمل نفس الاسم، يعني أيضا بابانية، مع أنها هي أسر مختلفة توارثت الحكم أسرة من بعد أسرة حتى سقطت هذه الإمارة في القرن في منتصف القرن التاسع عشر. وربما سنجد من الوقت ما نتحدث فيه عن بعض هذه الجوانب في حديث مقبل إن شاء الله، والسلام عليكم.